معقولة مرشد يكون طيب؟ من متى كان كريم وما تهمه نفسه؟ في ايش يفكر مرشد؟ ايش اللي ناوي عليه؟ لا تعقد الأمور يا أبوي، يمكن يكون مرشد تغير ويمكن يكون حس بأخطائه. مستحيل يتغير، فاقد الإحساس عمره ما يعرف يحس. يا خوفي من اللي يفكر فيه مرشد، الخوف من اللي ما نعرفه أصعب بمليون مرة من الخوف اللي نعرفه. خليك هادي يا أبوي واستعين بالله. عمري ما كنت هادي في موضوع مرشد فيه طرف. مرشد هذا بابا قال شيء، خذ مني كل شيء إلا شيء واحد ما قدر يأخذه مني، وهذا الشيء هو أنت يا سلمى. يا عمتي الله لا يحوقني لحد في يوم ما دام انه حسان معي، بس انا محتاجه انك تساعديني. الظاهر انك انت ما محتاجه لمساعده منا احنا. شوفي من ممكن يساعدك ويوقف معك. ايش قصدك يا عمتي؟ الانسان ما لازم يحكم على الماي الا لما يمسكه بايده، لانه ممكن يكون سراب. انت شاكة في شيء وتريدي تتأكدي منه؟ ليش انت مسوية شيء وخايفة منه؟ مسوية شيء؟ لا طبعا، وانا اقدر اسوي شيء وانا محبوسة في نفسي وهمي وحزني؟ سمعي يا سلمى، اذا كنت جاية عشان تقولي ان حسان يطلقش، فانا اقول لك شيلي هذا الشيء من راسش مرة واحدة. لا حسان يوافق يطلقش، ولا أنا موافقة، ولا أبوش بيوافق. سلام يا أمي، أنا استأذن لك. الحمد لله على السلامة يا أمي. عن إذنك. يا سميرة، أنا دائما معك، دائما جنبك. الحين أنا استأذن، بكرة أول الصبح أكون عندك. أمين يلا كانت تروح. ما ترى أنا بنستأذن، موعد زيارة قرب ينتهي. مع السلامة.
برا برا. لا تنفعلي، خليكي هادية علشان صحتك وصحة الجنين يا أم سيف. بعدني ما زلت عن طلب السابق، هو تنازلك الكامل عن الشركة، وأنا مستعد أخرجك من همومك. لعلمك أنا أعرف إيش اللي يدور في بالك، وأعرف إيش باغي تسوي بالضبط، لكن أنا ما مغفل يا مدام. أنا استخرجت تقرير طبي من المستشفى يبين هذا التقرير أن الجنين في صحة جيدة جدا جدا جدا، وأي تلاعب في هذا الموضوع بتكون هناك قضية جديدة. على فكرة في قضية ثانية بعد، واللي أنا جاي علشانها، وهو ورث أم المرحومة مع الأرباح ورعاية أولاد أخوي، وهذه هي القضية الجديدة. بعدني ما خلص كلامي مدام، أنا جالس أدور على غسان في كل مكان، وبخليه يبهدلك في المحاكم إذا نفدت اللي في راسك. والأيام بينا يا أستاذة. أنا بعدني ما خلص كلام. سمعتي يا أستاذة؟ يقول لي كمل بكرة، وأنا وعدك إني بجي بكرة وبعد بكرة واللي بعده واللي بعده وكل الأيام الجاية إذا ما نفذتي طلباتي. مفهوم؟ قلبي يوم اعتصر ندم، وجفوني عافت النار. قلبي اليوم اعتصر ندم، وجفوني عافت النار. زاد همي وزاد الألم. معقولة غسان متزوج سميرة؟ هذا اللي أنا ما قادرة أستوعب. طيب ليش وكيف ومتى صار كل هذا؟ معقولة ما في أحد يعرف هذا الزواج؟ ولا إنه المسألة فيها شيء ثاني وما يريدوا يوضحوا؟ مستحيل غسان يكون متزوجها، مستحيل. وأنا اللي في كل لحظة أنتظرك يا غسان، تفاتحني في موضوع زواجنا. أنا لازم أتأكد من هذا الموضوع، لازم. السلام عليكم. مرحبا عبد الله. طلعت تاخذها بالشرع والقانون، لكن حتى اقوى الظروف ما تقدر تطلعها من اعماقك، فكيف تقدر تاخذها يا عبد الله؟
انت وين رايح؟ طالع اشم هوا شوي بس. قلت لك مليون مره الكذب عمره ما يجيب نتيجه ايجابيه. انت ايش تريدي مني؟ اريد اعرف وين رايح. طالع مع اصدقائي شوي وبرد بسرعه. انت بعدك تمشي مع هذول الاصدقاء؟ ما يكفيك اللي جاك منهم؟ انا الحين ما سويت شيء غلط. انت تعرف ان نفسك ضعيفه وما تقدر تقاوم الغلط. عموما انا بغيتك في موضوع. ايش انا؟ انت ليش خايف كذا؟ لا ماني خايف. انا طلبتي مني تكلميني في موضوع وسالت بس. ماشي. تريد تعرف الموضوع؟ تعال انت تعرف. انت ليش ساكتة كذا؟ ممكن اعرف ايش الموضوع اللي تريديني عشانه؟ والحين ايش ناوي تسوي؟ طبعا لازم ادور لي على وظيفه في اي مكان عشان اعيش حالي حال الناس. انت ايش ناوي تسوي؟ اسوي شيء. انتظر موعد سفر للدراسه في الخارج. ما قصدي موضوع دراستك. طيب ايش تقصد؟ منى. بصراحة يا غسان أنا قررت أفاتح منى في الموضوع قبل لا أكلمها، يعني أضمن موافقتها قبل أي شيء. يعني تريد تخطبها قبل لا تسافر؟ إذا وافقت نعقد قرانة ونتزوج على طول. أخذها معي علشان ندرس مع بعض، إحنا متزوجين. سامحني يا غسان ما أعرف أكذب عليك، لازم أكون صريح معك في اللي أريد أسويه، وهذه هي خطوتي الجاية مع منى. طيب إيش تتعشى؟ خير يا أمي؟ إيش اللي شاغل بالك؟ والله إيش أقول لك يا بنتي، لأني أخاف أني أتسرع ويطلع اللي في بالي ما صحيح. وإيش هو اللي في بالك؟ أشياء كثيرة، وأولهم عمك مرشد. عمي مرشد؟ وإيش مسوي؟ أنا اللي أسألك يا فاطمة، أنت ما شايفة شيء على مرشد هذه الأيام؟ شيء مثل إيش؟ يعني أي شيء، مثل الناس اللي يكلمهم والناس اللي يشوفهم.
كأنش جالسة تشكي فيه. خير إيش اللي صاير؟ كلميني بصدق يا فاطمة، ما حد كلمك عن عمك مرشد. حد مثل من؟ وفي إيش يكلمني؟ حد مثل، ما علينا، أهم شيء لما تسمعي أي حاجة أتمنى أنك تجي تخبرين على طول. إن شاء الله، لكن إذا تريدي تعرفي شيء لازم تخبري عمي مرشد، بدل ما تجلسي تسمعي كلمة منه وكلمة منه. أسئلة؟ هذا اللي ناقص بعد. ما فيها شيء. المهم خلينا من هالسالفة، خبريني يا فاطمة إيش أخبار سلمى؟ كلام خالتي خوفني. أكيد عرفت شيء، طريقة كلامها معي تغيرت عن أول. يا ترى إيش اللي عرفتي يا خالتي؟ أكيد مطر هو اللي خبرها. أوه، إيش الحل؟ وليش أفكر في الحل؟ يمكن هذا السبب يخلي حسان يطلقني بسرعة وأقدر أحمي أبوي من شر مرشد. الظاهر خلاص طلاقي من حسان بيصير، يعني بيصير، وهو الحل الوحيد لمشاكلي. حسان، هذا أنت؟ كيف حالك يا ولدي؟ أنا أعرف أنك ما تطيقني ولا حتى تطيق تشوفني، لأنك تظن أني أنا السبب في موت أبوك، ونسيت أن أبوك كان صديقي الله يرحمه. وأظن بعد أني أنا السبب في زواجك من بنت عمك سلمى، ونسيت أخوك غسان واللي سواه. أنا حتى قبل لا أصيها الكارثة اقترحت على أبوك وعمك اللي بحل لهم المشكلة، لكن هم رفضوا، خافوا من الفضيحة. وهذاك الاستواء ورطوك أنت وسلمى، وأنا متأكد يا ولدي أنك أنت ما قادر تشوف على سلمى إنها زوجك، ولا هي قادر تشوف عليك أنك أنت زوجي. وتأكد يا حسان يا ولدي أني ما أريد إلا مصلحتك، وموضوعك أنت وأمك وزوجتك أنت أدرى فيه من كل الناس، حل لوحدك، لا تخلي حد يتدخل بينكم. أها، إيش تريد بالضبط يا مرشد؟ مرشد كذا من غير عمي أو الوالد، مع أني قبل شوية أقول لك أنه أبوك كان صديقي الله يرحمه. يا الله ما عليه، مقبولة منك، بس أنا حبيت أقول يا ولدي أن أبوك الله يرحمه كان له فضل علي في حياتي، وما أنسى جميله، وأبغي أرد شيء من هذا الجميل وأكون مرتاح وأكون سويت له شيء وهو في قبره. نعم يا ولدي، نعم صدقني، أنا حين ما أريد منك شيء، أنا أريد أشغل لك مزرعة أبوك وأخليها مزرعة إنتاجية، وكل شيء علي أنا، بجيب العمال والسماد والبذور والأشجار وكل شيء، أنت بس تأخذ فائدة المحصول بعد بيعه، وبنسوي المسألة بينك النص بالنص، ولا أقول لك أنت تأخذ ثلاثة أرباع وأنا أخذ الربع بس. بعد أحب أطمنك، أنت تحاسب وتسوي كل شيء وتسوي اللي تريده. أنا يا ولدي ما قلت تعب نفسك، أنت بعدك صغير على البهدلة، أنت ما مال بهدلة يا ولدي. لا 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 لا, لا ترد علي الحين، لا لا لا، سير البيت وفكر على راحتك، ومتى ما تقرر أنا جاهز ومستعد. فكر يا ولدي زين، فكر يا حسن. لا يا حسان لا، أي شيء يجي من طرف مرشد أنا لا أقبله ولا أرضاه. لا تعصبي يا الوالدة، أنا بس جالس أخبرش باللي قاله مرشد. هذه المرة سمعته يا ولدي، لكن المرة الجاية ما أريدك تسمع منه ولا كلمة. مرشد هذا مثل الحية،
تتلوى وجسمها ناعم، لكن فيها السم يا ولدي. ما أريدك تنسى في يوم أن مرشد كان يريد يطردنا من بيتنا بسبب الرهن، ولا تنسى أنه هو السبب في بهدلة عمك والحالة اللي احنا فيها. تقدر تقول لي يا ولدي هينها الحين مزرعة عمك؟ مرشد هذا يفكر ياخذ مزرعة أبوك عشان يضمها لمزرعة عمك اللي هي مزرعته الحين. عشان إيش؟ عشان يزيد من أمواله. هي يا ولدي، هذا الإنسان عدو، عدو، ولا تسمع كلامه حتى لو كان عسل وسكر. بس إيش تريدين نسوي يا أمي؟ كيف نتصرف وحالنا كل يوم يزيد أسوأ من اللي قبله؟ اللي خلق العباد يا ولدي لا يمكن ينساهم، والإنسان لازم يطلع خطوة خطوة. شوف كيف يطلعوا لها النخلة، والحياة مثل النخلة. إذا عندك حبل صوع قوي وانت واثق من نفسك تقدر تطلع بسهولة، لكن يا ولدي خطوة خطوة. انت لازم تعرف وين تحط رجولك وكيف تثبت الحبل علشان ما تطيح وتتكسر، وإذا قدرت تطلع تقدر تخرف بسهولة. كلامش واضح مفهوم يا الوالدة، وعلى عين والرأس، بس الكلام وحده ما يشبع وما يجيب ونريده. مزرعتنا ونخدمها بيديننا ونسقيها بعرقنا، احنا اللي نقدر نخليها جنة يا ولدي. بس كيف يا أمي؟ كيف؟ رجع صندوق الذهب المندوس. الذهب هذا ما ذهبي أنا يا سيف، الذهب هذا ذهب الزمن، ذهب الأيام. هذا السلاح اللي لازم نوقف مرشد عند حده. قلت ليش يا حفيظة؟ رجع صندوق الذهب في المندوس.
أهلا فوزية، صباح الخير. أهلا. الحمد لله، الله يسلمك. الله يخليك، رسلي للسائق. إيه خليني بعد ساعة. طيب شكرا، مع السلامة. أي وقت فوزية، هذا الملف اللي طلبته. شكرا. العفو. انت الحين روح يا سالم علشان تجيب الاستاذه سميره للشركه، هي اليوم تعبانه شويه وما قادره تسوق. سلامتها ان شاء الله، ما تشوف شر. الله يسلمك. زين احسن اروح الحين عشان ما اتاخر عليها. طيب الله معك. يلا مع السلامه. مع السلامه. الو استاذ، فاضي شويه؟ أريد أخذ من وقتك 5 دقائق. إذن أنا جاية. صحيح يا فوزية، للأسف صحيح، لكن لا تخلي الشكوك تدور في راسك إن في شيء ثاني. لا لا، لكن أنا ما قادرة أصدق ولا حتى قادرة أستوعب أبدا. كلنا حالنا من حالك يا فوزية، كلنا حالنا من حالك، كلنا مستغربين ومندهشين من اللي صار. عمرنا ما فكرنا للحظة واحدة إن هذا اللي يصير. لكن مثل ما يقولوا، هذا زواج، والقلب وما يريده. لكن سامحني أقول لك يا أستاذ، الحكاية ما حكاية القلب وما يريد، أكيد إنه هناك في شيء ثاني بالفعل. لا لا يا فوزية، أنا حذرتك لا تفكري بشيء ثاني. اللي بين سميرة وغسان كان زواج وانتهى بالطلاق، وهذا شيء طبيعي لأن التجانس مفقود بينهم ولأسباب كثيرة. لكن قولي لي يا فوزية، غسان وعدك بشيء؟ عيون وعدتني بأشياء كثيرة كثيرة، ابتسامته تقول أشياء أكثر، أشياء أول مرة أحس بها في حياتي، لكنه ما قال أي شيء بلسانه، لكن بيجي اليوم اللي يقول فيه كل شيء. وأنا بعدني أنتظرك يا غسان، أنتظرك. فوزية. نعم يا أستاذ. أشوفك سرحتي. هلا عبد الحميد، كيف الحال؟ الحمد لله، الله يسلمك. أنت وين الحين؟ طيب أنت في الشركة يعني؟ طيب أنا عموما جاي الشركة الحين وأبيك موضوع ضروري. أي نعم، لا إن شاء الله خير. يلا مع السلامة. أعتقد يا عبد الحميد تبعات كل شيء، أنا ما لدي عيني أنا أشرح لك وأقول لك عن أي شيء. أنا أعتقد إني أنا غلطانة، بس لا تنسى إن الموج قاعد يحيطني من كل جانب. حاسة إني أنا جالسة أغرق وما حد معي يا عبد الحميد. أرجوك يا عبد الحميد، أرجوك تساعدني وتوقف معي. ما حد غيرك يقدر يساعدني، ما حد غيرك فاهمني يا عبد الحميد. أرجوك. آسف يا سميرة، ما أقدر أسوي لك أي شيء. حاسب
تنصحيني يا أم أمين، هذه أول مرة أقول لك فيها لأ من يوم اشتغلت معاش في هذه الشركة. تتخلى عني يا عبد الحميد؟ أنا عمري ما أتخلى عنك طالما اللي تسويه صح. بس أنت حتى ما كلفت نفسك تعرف الموضوع اللي أنا أبغيك فيه، الموضوع اللي أبيك تساعدني فيه. يا سميرة أنا عارف كل مشاكلك وكل ظروفك وواقف معاك فيها إلى النهاية، لكن المشكلة الجديدة هي مشكلة الحمل. أنا وأنا في أمس الحاجة لك يا عبد العمي، تتخلى عني ليش؟ يا سميرة لا تعطي فرصة حق عبد العزيز يهددك فيها، ولا تهيئي له الظروف حتى يستولي على الشركة وما فيها. مش فاهم أنت إيش تقصد. بسبب زواجك وحملك من غسان، عبد العزيز حصل على شيء يهددك فيه، مثل ما بلغ كل اللي في الشركة. أكيد إنه بلغ غسان وحرض ضدك، وغسان مو بعيدة يخطط في الانتقام منك، خصوصا بعد ما عملتيه المعاملة السيئة آخر مرة. غسان أنا قادرة أشكله على كيفي مرة ثانية، لأني أنا اللي شكلته في الأول يا عبد الحميد. أنا محتاجة لك، محتاجة مساعدتك يا عبد الحميد. أنا آسف يا سميرة، أنا آسف، ما أقدر أسوي لك أي شيء. عن إذنك. أنت غبية أنت، ما تشوفين؟ أنا سوري. يلا روح يلا يلا. عبد العزيز أنا شايفة إنك هذيل اليومين ما طبيعي. وحد قالك إني أنا مجنون؟ يا عبد العزيز علاقتنا الزوجية جالسة تفتر وتضعف، بدل ما تكون أقوى وأنت. والله سألي نفسك هذا السؤال وشوفي من هو السبب الرئيسي فيه. طالما إنك جالسة تسمعيني إني عايش في بيتك، فشيء أكيد إنه في فجوة كبيرة تكون بيني وبينك. ما في داعي نتكلم في أشياء قديمة ونجلس نفتح فيها لين ما نعمقها. أنا قلت لك إني كنت تعبانة، ليش ما تريد تنسى؟ ولا تريد تأكد لي بأنك إنسان عدوان وتحاول تنتقم من كل اللي حواليك؟ لا يا إيمان لا، أنا ما إنسان عدواني، أنا إنسان صاحب حق، وما أريد أي مخلوق يأخذ لي حقي مهما كانت الظروف. وإنت من حقوقي طالما إنك زوجتي، لكن طالما إنك رايحة وجاية بدون ما تقولي لي فهذا الشيء ما يعجبني أبداً. ولا تفتكري ان سميرة حق بك مني، لا، اذا كنت تفكري هاي الترتيب بتكوني غلطانة وستين غلطانة بقى. انت مشكلتك سميرة وتحاول تنتقم منها بكل الطرق، تكره اللي يحبوها. وانا اقول لك نعم، واذا ما خليت هذه الانسانة تركع تحت رجولي وتترجاني ما اكون انا عبد العزيز بن ابراهيم. بس هذا اللي تسويه حرام يا عبد العزيز. ولما تسلبني حقوقي هذا ما حرام؟ هذا اكبر حرام. تعطيني حقي وانا مستعد اوقف معها وساعدها واحللها كل مشاكلها، بس هي عنيدة، لكن أنا أعنب منها. يا عبد العزيز أنا بكل فلوسي تحت تصرفك، اتصرف مثل ما أنت تريد في فلوسي، بس خلي سميرة في حالها وخلينا نعيش حياتنا صح مثل ما نريد. أنا آسف يا إيمان، سميرة هذه لازم تعرف قدر حدودها وقدرها المحاكم بس. لهالدرجة قلبك قاسي للأسف الشديد؟ بديت اكتشف فيك اشياء ما شفتها قبل لا نتزوج. انتو كذاك يا رجال، في البدايه ما في الطف منكم، لكن في النهايه تنكشف كل اقنعتكم المزيفه. لا، واريد اذكرك بعد، انا لو حصلت غسان صاحبتك هذه رايحه تتبهدل اكبر بهدله، وبتشوفي. بس وينك يا غسان الحين؟ وين حصلك يا أخي؟ أقول لك إن العمال صار لهم 4 أيام ما موجودين في الموقع، وهذا غير إنك متأخر على انتهاء المشروع. يعني وين بيروح العمال يا أخوي؟ أكيد إنهم موجودين. على العموم بكرة الصباح إن شاء الله بيكونوا موجودين معاك، وأنا بنفسي بجيلك إلى الموقع. بس أنت لا تزعل نفسك، هذي عاد ما صارت، بيت صغير بغله 2 سنين. ومن قال لك 2 سنين يا أخوي؟ كلها أيام إن شاء الله بتستلم بيتك. أيام؟
قول شهور وشهور، لكن الغلط ما منك، الغلط مني اني جيتك وخليتك تبني لي بيتي. عاد صار له جاي اكثر من 20 مرة. وانت معقوله ما تعرف وين راح العمال يعني؟ اسمع انت ذا الثاني بعد. انا كيف ما اعرفهم هم عمالي؟ وين راحوا؟ رسلتهم لموقع ثاني، ما انا الله يسلمك عندي 3 مواقع غير موقع هذا الزبون. حرام عليك يا صالح هذا اللي تسويه. الرجال ايش ذنبه تاخر بيته كل هالمده؟ اوين حرام؟ ابوي الحياه تريدك ذاك، انت لو جلست تفكر بطريقتك هذه في عمرك ما جاي تسوي شيء. المهم صالح، انا بعدني جاينك علشان تساعدني. انت بعدك ما حصلت للحين شغل يا غسان يا اخوي، وعبد العزيز رفض يساعدني. اما انا ما ارفض، لكن ما عندي لك وظيفه تليق بمقامك. اي وظيفه والسلام، ارجوك حاول تساعدني. حاول يا صالح. انا ما اوعدك اني اقول لك اني بحصل لك، لكن بحاول اني ابحث لك عن وظيفه وان شاء الله يصير خير. حصرت كل المشاريع اللي عملتها الشركة خلال 15 سنة السابقة، وبينت كل مشروع وموازنته وأرباحه. في بعض الأحيان في خسائر، بس مش بهذيك الدرجة. لكن ما شاء الله الأرباح كبيرة، وهذا السبب الرئيسي اللي خلى الشركة تكبر وتتوسع، والمشاريع تزيد ودخلها يرتفع. لكن اسمحي لي يا أم أمين إني أقول لك، خلال 5 سنوات الأخيرة كانت في اختلاسات، واختلاسات واضحة لكن بطريقة قانونية. يعني المختلس ما اعتقد انك تمسكي عليه اي شيء. انا عارف هذا الموضوع زين، لذلك قدرت اتصرف مع المختلس. المهم اعطيني الملف الثاني. تفضلي. يعني يريد مبالغ كبيرة، لأن عارف الموائد كانت كثيرة. عفوا أستاذة سميرة، أنا ما فهمت شيء. أفهمك بإيش ولا إيش؟ شفهمك بس يا حلال. خليني في الصورة، تراني أقدر أحل كثير من المشاكل، وخاصة المعقدة منها.
صحيح يا هلال. لا تنسي اني رق القانون. قربي وبتشوفي. اذا انت الامل الوحيد اللي قدامي الحين اللي اقدر اعتمد عليه، لذلك راح اقول لك كل مشاكلي وراح ابدا بالمشكله الاولى. أو يوم شفته وانت تعاني السهر.